بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. في هذا البرنامج المميز الذي يلقي الضوء على مرض السكري، ومع اقتراب شهر رمضان يواجه مرضى السكري معضلة في التوفيق بين واجباتهم الدينية والقيود التي يفرضها المرض، وتتردد قبل الشهر الكريم أسئلة عديدة وكثيرة في أذهان مرضى السكري. اليوم سيكون معنا في عنوان حلقتنا لليوم رمضان والسكري من تقديم الدكتور البروف عبد المعين الآغا، أستاذ دكتور واستشاري الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال. له العديد من الإنجازات في مجال التخصص، منها زمالة الكلية الملكية للأطباء من المملكة المتحدة، والزمالة في طب الأطفال والغدد الصماء والسكري من أستراليا، والبورد العربي في طب الأطفال، وأيضا مؤسس فريق حملات صحتي هي غايتي. أهلا بك دكتور، أهلا بك بروف، تفضل معنا. ياكم الله أستاذ أميرة، وجزاكم الله خير، وجزا الله وحدة خدمة المجتمع وكلية الطب على المجهودات الرائعة. دائما تتحفونا وتتحفوا المجتمع في خدماتكم، الله يقويكم ويعطيكم العافية. شكرا لك دكتور، تفضل يا دكتور. طيب نبدأ بعون الله وقوته. وإن شاء الله موضوع هذه المحاضرة صوم رمضان والنوع الأول من داء السكري لدى الأطفال واليافعين. في البداية ندعو الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان، وأن نكون وإياكم من المقبولين في شهر رمضان المبارك. في البداية محاور النقاش سوف تتبلور فيما يلي. طبعا سوف نتكلم على فضل شهر رمضان المبارك، وما هي المخاطر المرتبطة بالصيام لمن لديه النوع الأول من داء السكري. ونقصد بالنوع الأول من داء السكري هم من يستخدمون عقار الإنسولين في علاج سكرهم. النوع السكر نوعان، النوع الأول وهو المعتمد على الإنسولين كعلاج، والنوع الثاني هو المعتمد على العقاقير الحبوب الطبية. هنا محور كلامي اليوم سوف فقط نركز على من سوف يصومون بعد قدرة الله ومشيئة الله ويأخذون الإنسولين. وهل يسمح بالصيام لمن لديه النوع الأول؟ يعني كل واحد عنده سكر يعني خلاص صوم، أو واحد عنده سكر تقول لا أنت عندك سكر ما تصوم. يعني في ناس يعني يسمح لهم بالصيام، وفي فئة أخرى لا يسمح لهم بالصيام من قبل الطبيب المعالج، لأنه الصيام سوف يؤثر على صحتهم وعلى سلامتهم. إذن ليس كل من لديه سكر يصوم، وليس من لديه سكر لا يصوم. كذلك من الأشياء إن شاء الله اللي سوف نتطرق إليها في مصطلح اسمه الصيام الآمن. الصيام الآمن يعني كيف نصوم ونعبد ربنا ونطيع ربنا ونؤدي هذا الركن من أركان الإسلام، وفي نفس الوقت ما يضر صحتنا، لأنه ربنا يحبنا ويبغانا نكون دائما في صحة وعافية. والآية القرآنية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني ربنا من كرمه علينا أنه ما هو عشان نعبده نأذي أنفسنا أو نعرض أنفسنا للتهلكة. فأي شيء يعرض إنسان للتهلكة ربنا بكرمه يتنازل عن هذا الواجب أو هذا الفرض. فإذا في الصيام الآمن يعني كيف نعبد ربنا ونحن في نفس الوقت ما نتأثر كصحة. والحمد لله جات التكنولوجيا الموجودة في كل مكان، الموجودة في كل زمان، في كل شيء عندهم في الحياة. صار كمان مرضى السكر عندهم تكنولوجيا، ونخص بذكر تكنولوجيا كما سنذكر الحساسات حقت قياس السكر ومضخة الإنسولين. وآخر شيء حنتكلم على دراسة محلية سويناها في المستشفى الجامعي على مرضى الأطفال واليافعين، واستخدمنا فيهم حساس السكر، وكيف لقينا أنه استخدام هذه الحساسات والتكنولوجيا خففت كثير من المشاكل الصحية التي قد تترتب على هذا الطفل أو هذا اليافع عندما يصوم رمضان. وفي الأخير سوف نتكلم على التوصيات والخاتمة. في البداية الآية
القرآنية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الصيام كتب علينا، يعني ركن، ولكن رحمة الله وكرم الله كبير أنه حتى لو هذا الركن حيأثر على مريض السكر وعلى صحته، ربنا يتنازل ويخلي الإنسان يكفر عن هذا الركن بإطعام مسكين مساكين. إذن عندنا حاجتين، أنه في ركن لازم نأديه، وفي نفس الوقت ما نبغى أنه هذا الركن لو أديناه يؤدي لا قدر الله إلى عواقب صحية لا تحمد عقباها. لكن لو قدرنا نجمع ما بين الاثنين الحمد لله، قدرنا ما نصوم صام ربنا وما نأذي أنفسنا، هذا ذلك خير من الله وبركة وفضل. ولكن لو كان الصيام حيأذينا أو حيأدينا يؤدي بصحتنا إلى التهلكة، لا، ربنا يتنازل بكرمه ونطعم إطعام مسكين، ولا نتكابر ونقول لا أنا قدها أنا أصوم واللي يصير يصير. لا، ربنا ما يحب كده. ربنا يعني عنده أعطانا أعذار وأعطانا رخص ومن كرمه، وكل رخصة ولها تكفرتها، فمثل إطعام مساكين لو واحد ما يقدر يصوم رمضان. يتميز شهر رمضان طبعا زي ما أنتم عارفين هو الشهر التاسع من الشهور الهجرية، والصيام واجب على جميع المسلمين بدءا من سن الرشد. إذن أول حاجة، لو واحد عنده سكر وما هو بالغ، طالما أنه الله عز وجل أصلا اللي ما عنده سكر ما فرض الصيام إلا من بداية البلوغ، فليش الإنسان يكلف نفسه شيء ربنا ما كلفه فيه؟ يعني ربنا قال الصيام من سن الرشد. طب هذا طفل أو مثلا واحدة طفل أو طفلة عمره 10 سنوات 11 لسه ما بلغت، طب ليش نحن وعندها سكر ليش نحن نصومها؟ أصلا ربنا اللي ما عنده سكر من بداية سن البلوغ. إذن أول شيء لازم نحن نعرف أنه نحن ما نكلف أنفسنا شيء ربنا بكرمه ما كلفنا إياه. الشيء الثاني، عندما إن شاء الله يبدأ الصيام، طبعا زي ما أنتم عارفين حيبدأ الصوم من أذان الفجر حتى أذان المغرب، وغالبا تختلف أنت فين صائم، فين مكانك في العالم وأنت صائم. في بعض الدول يكون مدة الصيام 12 ساعة، في بعض الدول 18 ساعة، يعني في القطب الشمالي أو دول الإسكندنافية هذا تيجي في بعض السنوات طول اليوم كله نهار، يعني يأذن المغرب. أنا مرة كنت في إسكندنافيا في دول إسكندنافية، أذن المغرب الساعة 11 والفجر أذن الساعة 3، يعني مرة ما في ليل مرة يعني. وفي بعض الأماكن النهار طويل، في بعض الأماكن النهار قصير، تعتمد أنت فين مكانك في العالم. والصيام حقيقة ثبت في كل الدراسات أنه مهم لإزالة السموم والتطهير، حقيقة مش بس التطهير الروحي، التطهير البدني، يتخلص الإنسان من السموم. عشان كده لو أنتوا أكيد عرفتوا وسمعتوا في حاجة سموها الصيام المتقطع أو intermittent fasting، اللي صار بدأ الناس حتى الغرب بدأوا يطبقوا على أنفسهم أنه يصوم مثلا مرتين في الأسبوع، ويصوم في اليوم مثلا 12-16 ساعة، ويأكل ويفطر 8 ساعات من أجل صحته. يعني الخواجات والغرب اللي ما عندهم الدين الإسلامي هم اكتشفوا هذه الدراسات انه تطهير لبدنهم من السموم، وصاروا هم يطبقوه ويعملوا توصيات. قالوا يا جماعه يا ناس اللي دوروا على صحتكم اعملوا الصيام المتقطع او الانترميتنت فاستنج. وبالتالي ما بالك نحن كمسلمين، فهو كمان الصوم مش بس عشان نطهر بدننا من السموم، نطهر روحنا، نتخلص من الذنوب، نرجع ونتقرب إلى الله أكثر، وفي نفس الوقت نشعر بقيمة المساكين اللي طول عمرهم صايمين، طول السنة صايمين ما عنده إلا لقمة خبز صغيرة على 24 ساعة، فقراء ما عنده شيء، ربنا يبغانا نشعر بيهم، قلبنا يحن عليهم، يصير عندنا كذا سبحان الله عاطفة ورحمة للفقراء. هذه كلها أشياء لا تعد وتحصى من فوائد كثيرة من شهر الصوم اللي ربنا خلانا فرض علينا عشان نحن نطهر بدننا وروحنا وجسدنا وقلوبنا تصفى وترجع إلى الله عز وجل. لكن مرة مهم السلامة، يعني ربنا يحبنا وما يبغانا نعرض أنفسنا للخطر.
وعمر ربنا ما فرض علينا شيء يأذينا، ولو في شيء ممكن يأذينا ربنا يتسامح، ربنا مسامحنا لا سويه، وفي كفارة عشان ما سوينا. فإذا السلامة ضرورية قبل الواحد ما يفكر أنا أصوم ولا لا، اللي عنده سكر لازم يفكر ويسأل دكتوره هل الصيام هيأثر علي يا دكتور، هيأثر على صحتي، هيدخلني في مشاكل يا دكتور. إذا أيوة يعني خلاص ربنا رحيم، ربنا كلنا كفره أطعام مساكين، واحد يطعم خلاص عن كل يوم ما فطر ما صام. لكن لو الدكتور قال لا بإذن الله أنت سكرك مظبوط وبإذن الله ما عندك مشكلة، أو أنت تستخدم التكنولوجيا زي الحساسات والمضخة، والدكتور هو اللي سمح لك. عشان كده كل الناس اللي يسمعوني بالله يراجعوا دكاترتهم قبل ما يبدأ رمضان، مش بعد ما يبدأ رمضان أو قبلها بيوم يتصلوا على الجوال، لا يروحوا له يراجعوا الدكتور قبل فترة شهر شهرين، إيش أسوي أصوم ما أصوم، طب لو أبغى أصوم إيش أسوي في الصيام، إيش أسوي في الجرعات، إيش أسوي في الأكل. لازم ياخذوا حذرهم قبل ما يبدأ شهر رمضان. ربنا استثنى فئات إن هم ممكن يفطروا رمضان، منها المريض الذي لا يرجى شفاؤه، أو المريض الذي يرجى شفاؤه. يعني كيف؟ يعني واحد عنده إنفلونزا حيرجى شفاؤه فحيفطر 3 أيام، بعد ما يخلص 3 أيام بعد ما يخلص رمضان يقضيها. لكن في واحد مريض الذي لا يرجى شفاءه، عنده مثلا لا قدر الله سرطان، أو إنه كبير في السن وما هو عارف نهار من ليل، صار عنده يعني الناحية العقلية ضعيفات، أو أي سبب من أسباب مرض لا يرجى شفاءه، هذا بعد ما يخلص رمضان ما في قضاء عليه كصوم، إنما ككفارة إطعام مسكين. إذا في المرض سواء كان مرض عارض أو مرض غير عارض مزمن، من الأشياء المستثناة في الشرع الإسلام أنه الواحد يفطر، أو واحد زوال العقل أو الهذيان، أو الأطفال دون سن التكليف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إحنا ما نكلف أطفالنا يصوموا وهو ربنا ما كلفهم، المسافر، الحيض والنفاسة، الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على والديهم. طيب ليش نحن نقول الناس اللي يخافوا أن يصوموا عندهم سكر ممكن لا قدر الله يأثر على صحتهم؟ يعني ليه؟ إيش المشكلة؟ أول حاجة لما واحد يصوم وعنده سكر وبياخد إنسولين، عنده عرضة أنه ينقص عليه نسبة السكر في الدم هو صايم. طيب لو نقص سكر الدم ايش المشكلة؟ طب واحد يقول خليه ينقص، ايش المشكلة؟ المشكلة لا قدر الله ممكن يخش في غيبوبة او يصير عنده تشنج. اذا للصيام لو واحد ما كان حذر ممكن وما راقب السكر هو صايم، وسواء كان بالحساس او بالتحليل وكذا يعني اتصام وكذا ولا يحلل ولا شيء، وما هو داري سكره كويس سكر عالي، فممكن سكر ينقصه وما هو داري، ولا قدر الله يؤذي نفسه ويخش في غيبوبة او تشنج. عشان كذا لابد انه نحن لو نبغى نصوم عندنا سكر لازم نحلل باستمرار. وعلى فكره التحليل وانتم صايمين ما يفطر، تحليل السكر وانتم صايمين ما يفطر. يعني واحد ما يخاف يقول لا ما ابغى احلل لا افطر، لا ما حتفطر بسبب، باذن الله العلماء يقولوا ما حتفطر بسبب التحليل. وكمان دحين صارت في حساسات، يعني حساسات السكري موجوده وتصرف الحمد لله على حساب الدوله، تصرف مجانا لكل مواطن لديه السكر سواء نوع لو النوع الثاني من مراكز السكر التابعة لوزارة الصحة. إذا الآن ما في عذر لو واحد صايم يصوم ما يحلل سكره أو ما يركب حساس، ما في عذر، لأنه كلها سواء كان الحساسات أو شرايط السكر كلها تصرف مجانا من قبل الدولة. الحاجة الثانية ممكن هو صايم يرتفع عليه السكر، طب كيف يرتفع عليه السكر وهو صايم؟ لأنه في توتر، التوتر يرفع السكر، فالواحد لما ما ياكل ويكون جيعان وعطشان كذا يخش بتوتر، يصير له حالة من التوتر، والتوتر يرفع السكر،
والسكر لما يرتفع ممكن يصير عندنا حاجة يسموها الحماض، السكر الكيتوني، ويحتاج تنويم في المستشفى. إذا النقيضان ممكن يحدث خلال الصيام، ممكن يهبط السكر وممكن يرتفع السكر. كذلك انه المريض هو صايم ممكن يتلخبط عليه السكر، يعني تلاقي السكر نازل وطالع، لانه فتره مثلا في النهار صايم ما بياكل ممكن ينزل، بعدين اول ما يأذن المغرب الرجال ما صدق يأذن المغرب وبس، وياكل ما هب ودب يرتفع السكر يوصل 1000، فبالتالي تلخبط السكر. عشان كذا لازم يا جماعة نعتدل، يعني حتى لما يأذن المغرب ونحن صايمين ما هو خلاص نخش وناكل اللي نبغاه والحلاوة والتطلي والكذا، وفي الأخير يصير سكرنا 1000، حرام نلقي نفسنا للتهلكة، ما يصير يا جماعة. فلا بد إنه الواحد يعني حتى اللي بيصوم يعني يعتدل، الاعتدال مهم. وهو صايم الواحد ما يشرب مويه، وبالتالي اللي عنده سكر ما يشرب مويه يصير عنده جفاف، والجفاف لا قدر الله ممكن يؤدي الى حدوث الجلطات الدمويه. ووجد الدراسات انه معظم الناس اللي يصوموا اللي عندهم سكر ويصوموا معرضين يا اما انخفاض السكر كما ذكرنا او ارتفاع السكر، وبالتالي تزيد معدل التنويم في المستشفيات بسبب حدوث مضاعفات السكر الحاده وهي هبوط السكر او ارتفاع السكر. اذا السؤال المهم، هل هو امن لاولئك الذين يعانون من داء السكري النوع الاول ان يصوموا؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي أفضل الممارسات الصحية التي يجب اتباعها أثناء الشروع في الصيام؟ إذا نرجع للمصطلح الحلو المهم اللي نحن نبغى جميع من يستمعوا إلينا ينتبهوا لهذا المصطلح، وهو الصيام الآمن. الصيام الآمن يعني أعبد ربنا وفي نفس الوقت عبادة ربنا ما تأذيني، ما تأثر على صحتي، ما تأثر على صحتي، وإذا تأثر على صحتي ما أكابر، ما أقول لا أنا أقدها. ومين يأخذ القرار؟ الطبيب المعالج اللي يتابع حالتك، مش واحد كذا ما يتابع حالتك تروح له تقول والله قبل رمضان بأسبوعين تقول والله عندي سكر أصوم ولا لا، ما هو صح. الطبيب اللي دائما تراجع عنده عارف حالتك، عارف حالتك انت كيف سكرك، هل انت من الناس سكرهم مضبوط، هل من الناس سكرهم منتظم، هل انت من الناس اللي ما يجيك دائما انخفاضات متكررة او ارتفاعات متكررة، يعني طبيبك هو يعلم بك. فاذا اول حاجة لازم نعرف انه في مصطلح اسمه الصيام الآمن. الصيام الآمن القرار للصيام الآمن من عدم يعتمد على الحالة الصحية للمريض، ليس كل مريض مثل آخر، يعني ما هو والله أنا أقول والله فلان الفلاني عنده سكر والدكتور قال له صوم أنا كمان زي أنا عمره نفس عمري وهو عنده السكر وأنا عندي السكر، هو بياخذ إبر وأنا آخذ إبر، خلاص طالما الدكتور حقه قال له صوم أنا حصوم زي ما قال لفلان. لا، كل واحد يراجع دكتوره، ودكتور هو اللي يقرر هل هذا مريض يصوم ولا، وما حد يقارن نفسه بالتاني. إذا واحد يقول والله أنا زي فلان أصوم، كل واحد يختلف عن الآخر. الشيء الثاني، هل سكر الدم عند هذا الشخص اللي حيصوم معروف إنه سكر منتظم ولا لا؟ إذا السكر منتظم على مدار السنة، وقل شيء 3 شهور قبل شهر رمضان ما يبدأ سكر منتظم، بالعكس إن شاء الله يصوم، ليش ما يصوم؟ لكن اللي معروف إنه سكره غير منتظم على مدار السنة، دائما طالع 500 و600 ونازل 40 و50، متقلب السكر دائما ما بين مثلا 400 و50، لا هو اصلا قبل رمضان كذا، ايش حيصير في رمضان؟ حيصير اكثر. اذا كذا انا عارض نفسي الى الاذى والى التهلكه. الحاجه الثانيه، لما نصوم رمضان اللي يسمح لهم بصيام رمضان يجب اتباع نظام غذائي صحي متوازن بعد المغرب، يعني مش بس يضبط اموره وهو صايم واول ما يؤذن المغرب الى الفجر يقول لك والله يا شيخ خلي الواحد ياخذ راحته، نحن صايمين النهار كله خلينا ناكل
وننبسط نقول وربنا قال في القرآن وكلوا واشربوا ولكن ولا تسرفوا. الواحد ما يصرف الأكل لو لا يتبع نظامه إذا صح المعتمد على الخضار على الفواكه على البروتين على المشوي والمسلوق وليس المقليات سمبوسك وأشياء مقلية وحلويات وبسبوسة وكنافة. خلي الواحد ينبسط. لا يا جماعة لا ما يصير، لازم حتى لو بعد المغرب سمح لنا بالفطور ما لازم نظام غذائي صحي ونمارس الرياضة. يعني التراويح الحمد لله تعتبر رياضة، وبعد ما نخلص تراويح ليه ما ناخذ لنا لفة مثلا حول المسجد، خصوصا إن شاء الله رمضان هذه السنة حيكون إن شاء الله في جو معتدل، وبالتالي الواحد ياخذ له لفه لفتين حول المسجد، يروح للمسجد مشي ويرجع من المسجد مشي، يحاول يستغل الليل في المشي. هذه بحيث حتى لو ارتفع عليه السكر شويه بعد الفطور يقدر الرياضه تساعده على انزال السكر. وزي ما قلنا اي واحد يبغى يصوم رمضان لازم يحلل السكر بالتحليل المنزلي الجهاز المنزلي، ويا ريت كل واحد من اللي يسمعونا يركب حساس سكري. يا جماعه الحمد لله دولتنا وفرته مجانا للجميع، مجانا للصغير والكبير، اللي من عنده سكر يروح مركز السكر تابع وزاره الصحه، وحتى لو المركز السكر تابع وزاره الصحه ما عنده حساس الدوله قررت انه في حاجه يسموها تطبيق وصفتي، يحطوها في تطبيق وصفتي ويروح يصرفها من اي صيدليه على حساب الدوله. اذا هذا يعني الحمد لله خير كبير نحن فيه، ليه ما نستفيد منه ونركب الحساس، بحيث انه الحساس هذا يقيس لنا السكر على مدار ال 24 ساعه سواء نحن صايمين ولا لا. وفي بعض الحساسات فيها جرس انذار، اول ما يهبط السكر تطلع جرس، واول ما يرتفع السكر تطلع جرس، وبالتالي هذه ترحم المرضى اللي يصوموا من حده الانخفاضات. يعني لسه دوب يا دوب السكر حينخفض حتطلع جرس، يا دوب بدا يرتفع يطلع جرس، وبالتالي المريض حيكون مهتم بنفسه قبل ما يصير له مضاعفات لا قدر الله انخفاض او مضاعفات الارتفاع. وزي ما قلنا رجاء لازم تعالج وتراجع الطبيب مش قبلها بيوم او يومين او باسبوع، رجعوه قبلها بشهر شهرين، حتى السكر وما هو مضبوط خليه يضبط لكم السكر قبل ما تصوموا، بحيث انه الدنيا تكون في امان اكثر ونحقق المصطلح اللي قلنا عليه وهو الصيام الامن. هنا الفردية هي القاعدة الأساسية. يعني ايش كلمة الفردية؟ فردية يعني كل فرد مختلف عن الاخر، ما حد يقارن نفسه بالاخر، والله فلان أو فلانة قال لها دكتور صوم أنا من أقل منها، أنا ما زيها زيها، نحن كلنا سواسية، نحن ما في فرق واحد عن تاني، زي ما هي صامت أنا حصوم. لا، الفردية يعني إيش؟ يعني كل فرد مختلف عن الآخر على حسب سكره مظبوط ما هو مظبوط منتظم، يجي له حالات هبوط متكررة خلال النهار في الأيام العادية قبل رمضان، هل يجي له ارتفاعات كثيرة، هل في تقلبات في السكر وأشياء كثيرة، هل عنده لا قدر الله مضاعفات من السكر زي الفشل الكلوي. يعني واحد عنده سكر وعنده فشل كلوي لا قدر الله ويصوم رمضان كمان كده صعب، صعب مرة الموضوع يعني حقيقة، يعني الإنسان كده غامر بصحته. إذا الفردية هنا تعني أنه كل فرد مختلف عن الآخر، وليس الأنانية، هنا فردية غير الأنانية. فردية تصنيف المرضى الذين يعانون من داء السكر إلى فئتين على أساس مستوى الخطورة. في ناس عندهم فئة يسموها عالية الخطورة اللي يسموهم بالإنجليزي بور جليسيميك كنترول، بور جليسيميك كنترول، والناس اللي سكرهم الحمد لله منتظم او ما شاء الله منتظم تحكم بالسكر جيد، تحكم بسكرهم جيد يسموها جود جليسيميك كنترول. فعندنا بور وعندنا جود، اللي انتظام سكره سيء قبل رمضان في مغامره ان يصوم، والانتظام سكره كويس في رمضان قبل رمضان هذا ان شاء الله لو صام ما يعرض نفسه الى الاذى. نيجي هنا نبدأ بالفئة عالية الخطورة. إيش هي تعريف فئة يعني إيش تعريفها؟ يعني واحد يقول لك والله نحن قلنا في ناس عالية الخطورة ما يصوموا، وفي ناس ما عندهم يعني يكون الخطورة ما عندهم ما هي عالية ويقدروا يصوموا. طيب مين هم عالية الخطورة؟ على أي أساس نعرف هذول عالية الخطورة؟ على أي أساس نقول لهم أنتم لا تصوموا فرض ربنا؟ يعني كمان قرار كبير لما تقول واحد لا تصوم،
لازم يكون عندك أدلة، لازم يكون عندك يعني بينة. على أي أساس أنا أقول لمريض لا تصوم إذا أساس أنه أنا صنفته عالي الخطورة؟ طيب المريض يقول على أي أساس يا دكتور صنفت أن أنا عالي الخطورة أن أصوم؟ على أي أساس أنك قلت لي كذا؟ فأول حاجة هذا المريض اللي أي واحد من هذه الفئات يسمى عالية الخطورة، أول حاجة أنه هذا المريض معروف في الثلاثة أشهر السابقة قبل رمضان صار له كذا حالة كذا مرة نقص في سكر دمه، ولا قدر الله كانت شديدة لدرجة أنه أغمى عليه أو تشنج. إذا هذا قبل ما يبدأ رمضان بثلاثة شهور مثلا رجب وشعبان أو جماد الثاني ورجب وشعبان صار فيها واحدة أو اثنين مرة مرتين نقص عليه السكر وتشنج ولا قدر الله أغمى عليه، طيب إيش حيصير لو دخل رمضان؟ حيصير له نفس الشيء وبالتالي حيشنج أو يغمى عليه؟ لا، لا يكلف الله نفسا وسعها، إذا أنا معصوم. أو واحد دائما معروف عليه إنه دائما سكره ينزل، دائما هو صاحي هو ما هو صايم، يعني في الأيام العادية دائما سكره في عنده نقص في السكر، أو واحد ما يحس بعلامات النقص، يعني ينقص عليه السكر وما يحس فيها، أو واحد عنده سكر تراكمي غير منتظم. والسكر التراكمي غير منتظم حقيقة دحين صنفوه فوق 9% وليس 10%، يعني أي واحد السكر التراكمي فوق 9 و10% هذا يصنف إنه سكره غير منتظم. أو واحد زاله حالة الحماض السكر الكيتوني خلال 3 شهور قبل رمضان، يعني دخل في حموض الدم ونوموه بسبب الحموضة، أو اليافعات في عمر مثلا 17-18 وتزوجوا وكانت حامل وجاها رمضان وهي عندها سكر وحامل كمان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أو واحد عنده مضاعفات من السكر المزمنة زي واحد عنده اعتلال الشبكية المتقدم، يعني احنا عارفين الاعتلال الشبكية السكرية في شيء متقدم في بداية في أول الاعتلال ما عندنا مشكلة فيه، لكن عنده متقدم يعني لا قدر الله ممكن يؤدي إلى العمى، لا هذا لا يؤدي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أو واحد عنده مشكلة فشل كلوي، أو واحد عنده أي مضاعفات السكر مزمنة، ربنا رحيم وربنا كريم وإن احنا سمح لنا نفطر وما نعرض نفسنا إلى التهلكة ونطعم مسكين بعد شهر رمضان عن كل يوم نحن فطرنا. الفئة الثانية هذه منخفضة الخطورة، هذه نقول لهم بإذن الله ممكن أن تصوموا. إذن لازم على الطبيب المعالج أنه ما يكون إنسان متطرف، يعني كل خلق الله يصوموا اللي عندهم سكر، أو كل خلق الله اللي عندهم سكر ما يصوموا، يعني أي واحد عنده سكر تقول لا أنت عندك سكر لا تصوم، أو واحد عنده سكر يقول أبويا صوم وتوكل على الله، نعم والنعم بالله، لكن في حاجة اسمها توكل في حاجة اسمها تواكل، نحن نأخذ بالأسباب، لازم نأخذ بالأسباب. إذن الاعتدال الوسطية هي الأساس، إذن في ناس نقول لهم صوموا ويسمح لهم بالصيام وهم منخفضة الخطورة، وفي ناس نقول لهم لا صوموا لأنه أنتوا عالي الخطورة. منخفضة الخطورة عندنا هذه الفئة تشمل من يسيطرون على قراءة السكر بشكل جيد، يعني والله بفضل الله يعني كثير من الآن يتابعوا عندي في العيادة فضل الله، والله هم وأهاليهم حريصين على السكر وقراءاتهم ممتازة ويجيبوا سكر تراكمي، يعني والله يعني في العيادة يجوني ناس والله أنا أقول لهم أنتوا نماذج حسنة لأي مريض عنده سكر، تلاقي ما شاء الله سكر تراكمي أقل من 7، تلاقي محافظ على أكله يلعب رياضة عنده جهاز تحليل السكر يحلل باستمرار، أو حساس السكر قبل ما ينخفض يروح ياخذ له شيء مثلا يرفع السكر، ترتفع السكر شويه ياخذ جرعه تصحيحيه ويلعب رياضه، يعني والله عندنا نماذج في المملكه نماذج سكريين والله العظيم الواحد يفخر بهم، يشهد الله يفخر بهم. اذا هذول يعني اللي تفخر فيه وهذا ليش تحرمه من الصيام؟ يا اخي يصوم وزي يعني والله في ناس سكر تراكم حقهم 6%، طيب يعني لكنه ما عنده سكر، في ناس عندهم سكر وربنا أكرمهم بحسن انتظام السكر، إذا هذا تسمح له يصوم. الشيء الثاني الناس اللي بيستخدم التكنولوجيا، وأنا يعني حقيقة هذه يا ريت اللي يسمعوني يا جماعة الحمد لله زي ما نحن عندنا الجوالات
تكنولوجيا، وعندنا أشياء كثيرة والسيارات وأشياء كثيرة تكنولوجيا ساعدتنا في حياتنا. ليش أنتو أو أي واحد عنده سكر ليش ما يستفيد من التكنولوجيا؟ عندنا نوعين من التكنولوجيا، عندنا مضخات الإنسولين وعندنا الحساسات. هذول اللي استخدموا التكنولوجيا حقيقة تصنيفهم كانوا ما عندهم سكر بأمانة، لأنه خلاص التكنولوجيا كشفت لك الموضوع. قبل ما يهبط السكر تبين لك، قبل ما يرتفع السكر تبين لك، المضخة تروح توقف ضخ الإنسولين لو هو مركب مضخة، توقف قبل ما يصير هبوط. فإذا التكنولوجيا خلت مريض السكر كأنه ما عنده سكر. طب ليه أنا ما استخدم التكنولوجيا؟ اللي عنده سكر ليه يا جماعة ما استخدم التكنولوجيا؟ والحمد لله يعني في أشياء وفرتها الدولة زي الحساسات، والمضخات في بعض المراكز تصرف، واللي ما عنده ما في مراكز ما هو شرط يركب مضخة، بس الحساس أهم شيء هو اللي يكشف لي الحقائق، يكشف لي قبل الهبوط وما يحدث، وإذا هبط أروح أنا أدارك نفسي يطلع لي إنذار أو ارتفع. إذا حتى أنا أسمي الحساس أقول لمرضاي السكر أقول لهم حساسة، أنا أسميه الاسم الثاني هو كاشف الحقائق، أقول لهم هذا اسمه كاشف الحقائق. وين الناس الحمد لله اللي عنده سكر بصحة جيدة، يعني الحمد لله لا عنده كلى ولا عنده كبد ولا عنده أي مضاعف من مضاعفات السكر ولا عنده يعني أي شيء يمنع من يصوم رمضان. طيب ليه ما يصوم وإن شاء الله تعالى يعني يكسب هذا الفرض؟ التغذية مرة مهمة يا جماعة، والله العظيم التغذية سواء في رمضان وغير رمضان. ونحن دائما نقول مرضانا انتو يمكن احسن فئة ورب ضارة نافعة، يعني سبب وجود السكر لديكم يمكن نفعكم انكم ترجعوا الى الحق. الحق ان واحد ياكل اكل طيب يا جماعة، يعني لو انتو شايفين هذه الانواع سالمون، بالله ايش اجمل من السالمون، وايش اجمل من الجرجير والخضار والبندورة والحبوب، يعني والله العظيم الإنسان والبيض والبروكلي، يعني رب ضارة نافعة. لربما واحد يصاب بالسكر من أجل ربنا يحول مساره من أنه يأكل ويلخبط في الأكل والشبسات شوكولاتات، وربنا رحمه من هذه الأشياء الضارة لصحته، وربنا خلاه يتجه إلى الشيء السليم الشيء الصحي، الأكل الصحي اللي يعطيه قوة اللي يعطيه نضارة اللي يعطيه صحة. بالله اللي يأكل جرجير ويأكل بروكلي ويأكل بندورة ولحم مسلوق أو مشوي وسردين وبروتين وبيض ويشرب حليب، بالله ما حتكون صحته ما شاء الله مثل الحديد، يعني صحته تكون قوية يا جماعة. إذا أنا أستفيد واقلب الضرر الى نفع، مكان ما انا اجلس اقول لا السكر جاني وانا ما اكل شيبسات وشوكولاتات، بالعكس اقول الحمد لله ان السكر جاني عشان انا اتحول، احول ربنا يحول مساري من ان امشي في الاكل اللي انتم شايفينه في المجتمع. والله المجتمع صار ياكل اكل غير صحي، برجرات واشياء وشبسات وشوكولاتات واندومي، اشياء والله ما لها قيمه صحيه، ونروح ونترك الخير ونترك الشيء الطيب. فبالله ضروري سواء صمنا رمضان او ما صمنا رمضان لازم نحن نتجه الى التغذيه الصحيه. والحمد لله كثير من مرضانا يعرفوا حاجه يسموها حساب الكربوهيدرات، يعني في جداول وفي تطبيقات تعلمهم كيف يحسبوا كميه الاكل اللي حياكلوها، وبالتالي حياخذوا جرعه انسولين على حسب كميه الاكل، واذا حسبها على حسب كميه الاكل باذن الله نسبه الانخفاضات والارتفاعات تكون قليله. والرياضه، واحلى رياضه هي الصلاه. الصلاه يا جماعه رياضه جسديه وطهاره بدنيه وتقرب الى الله في السجود ودعاء، ان شاء الله يستجاب لكل امرئ سجد الى الله ودعا. وما بالك في صلاة التراويح وصلاة قيام الليل اللي تيجي في رمضان، وكل الناس يحبوا رمضان يجي عشان يفتكروا صلاة التراويح وقيام الليل، وإن كل الناس كده في مكان واحد يدعون الله ويستغيثون الله عز وجل. إذا الرياضة لا نهملها ونحن نصوم رمضان، وأهم الرياضة هي الصلوات.
وزي ما قلنا لازم يكون عندنا يا اما جهاز تحليل سكر، يا اما عندنا حساس السكري اللي يقيس السكر ويطلع لنا القياس السكر على الجهاز، سواء كان القارئ حق الحساس او الجوال حقنا ينزل لنا قراءة تلقائيا، ونقدر نشوف السكر هل هو طبيعي، هل هو منخفض، هل هو مرتفع. إذا لابد لمن يريد أن يصوم أن يراقب نسبة السكر في دمه، هذا أساسي ليس اختياري، يعني ما هو واحد على كيفه يقول لك لا بصوم وما يحلل، لا كذا هذا نفسه لازم هو صايم يحلل، وزي ما قلنا التحليل بإذن الله لن يؤثر على الصيام. وفي ناس يقول لك لا ما بحلل كثير أخاف أن أفطر، لا بإذن الله ما حتفطر، العلماء قالوا ما حيفطر. ويا ريت نستخدم تكنولوجيا، اللي عنده قدرة يستخدم تكنولوجيا والله أفضل له، سواء في رمضان أو غير رمضان. ونخص في التكنولوجيا هي حساس السكري اللي نحن ذكرناه في هذه المحاضرة مرارا، وهذا الحساس إبرة صغيرة تقيس السكر في السائل الخلوي، ومشبوكة بالقطعة الدائرية اللي شفتوها اللي مركبة، أنا أوري لكم إياها مرة ثانية، هذه القطعة الدائرية، والقطعة الدائرية هذه يسموها ناقل المعلومات إلى سواء كان إلى القارئ أو إلى الجوال، بحيث إنه حقيقة المريض من غير ما يتألم يشوف السكر على مدار ال 24 ساعة. والحمد لله في شركات كثيرة في المملكة، في إلى الآن 3 شركات في المملكة، في الفري ستايل ليبري، وفي ديكسكوم، وفي ميديترونيك اللي يسموه جارديان، هذه كلها حقيقة كلها موجودة في المملكة، كلها تعتمد على قراءة السكر من السائل الخلوي. وطبعا هذا أشهر واحد لأنه متواجد في جميع مراكز السكر، والدولة أقرته يصرف مجانا لكل مريض سكر سواء كان طفل أو كبير، سواء بياخذ أنسولين أو بياخذ حبوب، عليه مراجعة مركز السكر، وإذا مركز السكر التابع لوزارة الصحة قال لكم ما عندي خليه يحطه على وصفتي، على تطبيق وصفتي، وتطبيق وصفتي يجوز لأي مريض يروح يصرفه من الصيدليات زي النهدي أو المجتمع أو غيرها على حساب الدولة. إذا التكنولوجيا ساعدت بشكل كبير على الصيام الآمن في شهر رمضان، وأنا أرجع وأعيد وأزيد في كلمة الصيام الآمن. لابد يا جماعة نحافظ على صحتنا، يعني سبحان الله كل أركان الإسلام لو شفتوها ربنا حط استثناءات، كل أركان الإسلام ربنا حط استثناءات، عشان يعني ممكن ربنا ما كان حط استثناءات، لكن ربنا يحبنا وربنا ما يبغانا أن نؤذي أنفسنا، وربنا رحيم بينا، فلازم يعني نحن ما نكلف نفسنا فوق طاقتنا إذا ربنا أعطانا استثناء. هذه الدراسة سويناها يمكن من 8 من 6 سنوات تقريبا، وركبنا الناس اللي يصوموا رمضان، الأطفال واليافعين اللي كان عندهم نوع السكر النوع الأول في عيادة، ركبنا لهم هذه الحساسات، والحساس هذه وشفنا تأثيره على المرضى اللي صاموا يعني قبل رمضان ما يبدأ، ركبنا لهم إياه وشفنا تأثيره خلال شهر رمضان. والحمد لله هذه الدراسة نشرت كأول دراسة محلية على استخدام التكنولوجيا وهي الحساس على الأطفال اللي عندهم سكر وكانوا مسموح لهم أن يصوموا رمضان، وشملت 51 يافع، لأنه نحن كان من شروطنا أنه لازم يكون بالغ، زي ما قلت لكم لو واحد ما هو بالغ وربنا ما كلفه، نحن ليش نكلف أنفسنا بالصيام؟ يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا ما كلف إلا البالغ أن يصوم، فما بالك إن عنده سكر، فنحن اخترنا فقط البالغين اليافعين اللي بالغين اللي عندهم سكر، وكان عددهم 51، وكان عمرهم دون 18 سنة، يعني من الفئة من 12 إلى 18 سنة، وقلنا لهم الصوم، وكان طبعا تحكم بالسكر كان جيد، وكان سكر تراكم حقهم 8%، نحن قلنا أي واحد فوق 9% نعتبره ما هو تحكم غير كويس، هم كانوا دون 9%، وحقيقة وجدنا أنه 67% منهم
قدروا يصوموا رمضان كامل كامل، يعني ما فطروا بسبب السكر، يعني ما جالهم انخفاضات أو ارتفاعات حادة أدت إنه يفطروا. إذا 67 هذه فضل التكنولوجيا هذه ساعدت تقريبا ثلثين مرضانا يصوم كامل الشهر، والثلث اللي فطر، الثلث اللي فطر حقيقة، الثلث اللي فطر كان الهبوط حقه بسيط، لأنه الحساس بين له الهبوط أول ما بدأ، فعلى طول راح شرب عصير وانتهى الموضوع، أو ارتفع السكر عليه والجهاز بين له ارتفاع من البداية، فروح فطر ووقف صيامه وفطر. فبالتالي حتى الناس اللي فطروا بسبب انخفاض أو ارتفاع السكر كان بسيط جدا، انخفاض بسيط أو ارتفاع، إذا الجهاز هذا أو الحساس ساعدهم أن يتفادوا الخضوع الهبوط الحاد وارتفاع الحاد. وهو نفس الشيء، ما أحد منهم دخل المستشفى، احتاج يخش المستشفى بسبب الحموضة للدم أو بسبب هبوط السكر، وما أحد لا قدر الله صار له غيبوبة أو تشنجات. إذا هنا صار أثبتنا للجميع أن الحساس بعد الله فضل الله وتعليم الأهل كيف يستخدموا الحساس، مش بس واحد يركب حساس وما يعرف استخدامه، لأن في ناس كثيرين مركبين حساس بس حساس يشوف قرارات سكر وما يعرفوا كيف يستفيدوا من البيانات الموجودة في الحساسات. وهذه ضرورة مرة أي واحد منكم مركب حساس والدكتور أو المثقف ما علمه، يرجع تاني للدكتور أو المثقف بحيث إنه يعلمهم كيف يستخدموا هذا الحساس. التكنولوجيا كمان المضخة أحسن وأحسن، اللي عنده مضخة نسبة إتمام الصيام يعني يمكن 100% بإذن الله، لأنه المضخة مع الحساس هذا شيء يعني لا يعلى عليه صراحة، يعني اللي يؤمن 100% بإذن الله عنده سكر ويصوم رمضان بإذن الله كامل وما يتأثر، الحساس مع المضخة هذه طبعا لا يعلى عليه، وموجود الحمد لله في بلدنا، هذه المضخة تاندم وهذه مضخة أومنيبود وهذه مضخة ميديترونيك، وعندنا العديد من المضخات. صح أنه ما تصرف مجانا في كل المراكز ومن كل الأماكن زي الحساس، ولكن ما زال عندنا مجموعة كبيرة من المجتمع أخذوا من بعض المستشفيات الحكومية وفي بعضهم على التأمين، والحمد لله التأمين الصحي صار يصرف مضخات الإنسولين، وبالتالي هذول عندهم فرصة كبيرة إنه يصوم رمضان كامل. وما نقدر نقول لواحد عنده سكر مركب مضخة أو مركب حساس لا أنت عندك سكر لا تفطر لا تصوم، لا كذا خطأ. اللي عنده مضخة وعنده حساس إلا إذا عنده مثلا لا قدر الله مضاعفات زي عنده كلى ولا شيء، راعى الدكتور المعالج طبعا القرار للطبيب المعالج، هو طبيبه اللي يراجع عنده هو القرار قراره، لكن بشكل عام المركب مضخات أو مركب حساسات بإذن الله بإذن الله صيامه حيكون آمن، و إن شاء الله تعالى يصوم وزيه زي غيره، ويعني أنا أنصح جميعا الناس اللي سمعيني إنه يركبوا هذه الحساسات ويركبوا هذه المضخات من أجل الصيام الآمن. وهذه برضو مضخة أخرى، وميزة المضخات الحديثة أنها تتعامل مع الحساس، يعني الحساس هذا الحساس وهذا المضخة، القراءة تروح على المضخة من الحساس، والمضخة حقيقة تروح تتصرف، يعني أصبحت حتى المضخة تقدر تتصرف أنها توقف الضخ أو تزيد الضخ أو تنقص الضخ حق الإنسولين على حسب القراءات الجاية من الحساس. يعني تخيلوا هذا جماد، الحساس جماد والمضخة جماد، صاروا يتفاهموا مع بعض يرسلوا رسائل لبعض، المضخة تتجاوب مع القراءات حقت الحساس من غير المريض ما يعرف، حتى لو هو نايم لا قدر الله لو السكر حينزل حتوقف المضخة الضخ، لو السكر ارتفع حتعطيه جرعة تصحيحية. وطبعا الناس اللي ما هم على مضخات او على بياخذوا مضخة ممكن ياخذوا حاجة يسموها الطريقة المكثفة، يعني ياخذوا إبرة قبل كل وجبة وواحدة تانية إبرة على مدار 24 ساعة طويلة الأمد.
يسموها الطريقة المكثفة. إذا نستخلص من حديثنا الممتع معكم، وحقيقة أنا دائما أتمتع عندما أتحدث إلى الجمهور، لأنه من أحد واجباتنا حقيقة نحن الأطباء أن ننشر المعلومة الصحيحة وننشر الثقافة الصحية لمرضانا. فالخلاصة، على الرغم من أن معظم التوصيات بعدم السماح للمرضى الذين يعانون من داء السكر من النوع الأول بعدم الصوم، لكن الفردية يعني ما هو كل الناس سواسية، كل الناس عندهم سكر ما يصوموا، أو كل الناس اللي عندهم السكر يصوموا، لا، لازم في فردية. وعدم التعميم هي القاعدة الأساسية، وهذه يعني نصيحة لنفسي ولزملائي الأطباء، عدم التعميم هي القاعدة الأساسية. يواجه المرضى الذين يعانون من داء السكر الغير منضبط مخاطر رئيسية من صومهم، يعني ممكن ينزل عليهم السكر، ممكن يرتفع عليهم السكر، لكن زي ما ذكرنا في المحاضرة الطرق اللازم يسووها. استراتيجية ضمان سلامة مرضى السكر الذين يخططون للصيام تشمل تعليم المرضى وتثقيفهم، يعني من دحين نبدأ نتعلم كيف نسوي في شهر رمضان، الدكتور لازم يشوفنا، أخصائية التثقيف لازم تشوفنا، أخصائية التغذية لازم تشوفنا، نجلس معاها ونفهم منها نمط الغذاء ايش النشاط البدني اللي نسويه. طبعا ما ينفع نسوي نشاط بدني نحن صايمين، لازم النشاط البدني يكون بعد الفطور. والتوصيات حق الطبيب، طب الجرعات ايش اسوي فيها، البروتوكول الدواء سواء واحد على الانسولين وعلى الحبوب ايش اسوي فيها، الدكتور يحدد له الجرعات من قبل ما يبدا رمضان، ما هو قبل ليله رمضان او يومين بس، كل شوي الواتساب الدكتور انا اسوي كذا ايش اسوي، الدكتور اتصال تلفون ما ينفع، لازم جلسه مع الدكتور، مراجعه تتفاهموا مع الدكتور، يعني يكون اخذ وعطاء، ما هو كذا رساله جوال ويرسل لك في رسالة الجوال سوي كذا كذا كذا، ما ينفع. لازم هذا موضوع شهر رمضان هذا شهر مقدس، لازم واحد يصوم ويعتني بنفسه، لازم جلسة مع الدكتور نفهم بالضبط، ومع المثقفة ومع حق التغذية. والتكنولوجيا والله العظيم انه انا احبها كثير، انا احب التكنولوجيا لكل مرضاي، والله كل مرضاي اتمناهم لهم الخير. وصراحة معظم مرضاي اللي ركبوا حساسة ومضخة انسولين والله بفضل الله في يعني في سعادة تامة، سواء قبل رمضان أو قبل رمضان، من التحكم بالسكر الجيد. اللهم بلغنا رمضان، وحقيقة ندعو الله عز وجل لنا ولكم أنه ربنا بلغنا رمضان ويتقبل مننا هذا الشهر فضيل، ويعني نعمة، والله نعمة على كل مسلم ومسلمة أنه ربنا يبلغ رمضان ويغفر له في ذلك الشهر. وجزاكم الله خير على حسن الإنصات. اللهم بلغنا رمضان بروف إن شاء الله بإذن الله في القريب العاجل. يعطيك ألف عافية وألف شكر لك. بس في كم أسئلة يا دكتور حنحاول نطرحها عليك وتجاوب عليها، تمام؟ في أول سؤال كان مرة مهم جدا، هل نزول السكري في الدم التراكمي في الدم يعني الشفاء؟ لا، يعني حقيقة السكر التراكمي هو مقياس لانتظام السكر. يعني إيش؟ يعني مثلا الحين واحد في المدرسة، ونحن هذا أسبوع اختبارات، لما واحد يجيب نتيجة مثلا ممتاز، معناه انه هو احسن التصرف خلال الترم الاولاني من ناحيه الدراسه، لا يعني هو خلاص ما يدرس بعد كده مثلا، فهماني؟ يعني خلاص انت جيت ممتاز في الترم الاول، انت معفى من الترم الثاني والترم الثالث، او خلاص ما في داعي انك تدرس. لا، اذا التراكمي نفس الفكره، هو حسن يبين لك حسن او سوء انتظام السكر. يعني واحد جاب سكر تراكمي 6، يعني انت والسكر التراكمي يبدا، السكري يبدا من 6.5، لما جاب 6 لا يعني السكر راح منه، لكن ما شاء الله انت ضبطت امورك لدرجه انك بعد فضل الله اخذت الانسولين والرياضه والاكل، اصبحت مثل شخص ما عنده سكر. ما ينفع توقف العلاج، لو وقفت العلاج حترجع ثاني سكرك ارتفع. اوكي، يعني ابدا ما يوقف العلاج حتى لو التراكم يعني كان كويس، هو بس مقياس حسن انتظام السكر. تمام، طيب يعطيك العافيه. في سؤال دكتور عن الحساس،
بيقول أنا مريض سكري لكن تراكمي معتدل، هل أحتاج أركب حساس لأنه أخاف يسبب لي قلق؟ هو شوف القلق مفترض ما يسوي قلق، لأنه هو يبين لك الحقائق، ما إنسان يشوف الحقيقة ما مفروض ما يقلق. لكن في بعض الشخصيات يكون مرة حساسين لما يشوفوا السكر عالي ونازل فيعملهم قلق. يعني طبعا لكل قاعدة لها استثناء. يعني فإذا كان هذا الشخص يحس إنه والله تركيب الحساس إنه هيوتره، يعني يستثنى. يعني طالما ربنا عمل استثناءات لعبادته، فنحن صحيح. يعني برضه لابد ان نستعمل استثناءات لمرضانا. لكن يعني هي منفع وضرر. نعم. طب في بعض التعليق عن النفس الحساس اللي هو السنسور، بيقول كم تقريبا الفرق بين قياس الحساس والجهاز العادي؟ لأن السنسور أحيانا بيعطيني هبوط كان كثير. تعتمد على النوع، تعتمد على نوع السنسور، وفي أنواع أدق وفي أنواع غير دقيقة. لكن المعترف فيه طبيا الفرق ما بين السنسور والتحليل من 20 ل 30 ميلي جرام مقبول، يعني مثلا زيادة ونقص من 20 إلى 30. لو كان في الدم 60 وفي السنسور 90، أو في الدم 90 وفي السنسور 60، إذا كان فرق من 20 ل 30 فهو مقبول. لكن بالحقيقة في بعض الحساسات ما هي دقيقة، وخصوصا وقت الهبوط. عشان كده نحن نوصي مرضانا المركبين حساس وقت الهبوط ما يعتمدوا على الحساس، يعتمدوا على التحليل. تمام. طيب في وحدة كاتبة انه حاولت تاخذ الحساس بس قالوا انه ما ينصرف الا النوع الاول او الاطفال في الحكومي، ماذا لا تعليق يعني هل هذا؟ لا طيب لا هذا لا، خلينا نكمل. الله يرزقك. لا هذا كلام غير صحيح. الدولة قرار رسمي من سنة وأكثر، هذا يمكن كلام قبل سنة أو سنتين. الآن أي مريض سكر نوع أول نوع ثاني طفل كبير يأخذ حبوب يأخذ أنسولين يروح مركز السكري التابع للمركز لوزارة الصحة ويطلبوا. لو الدكتور او هذا قال له ما في، يقول له حط لي على تطبيق وصفتي، يروح يصرفه من الصيدليات الخاصة على حساب الدولة. الله يعطي حكومتنا والله العافية، الصراحة بتقدم جهود جدا جبارة. آمين. طيب برضو آمين. في سؤال، طيب كيف أتفادى الجفاف أثناء الصيام كمريض سكر؟ كيف الجفاف؟ طبعا أيوه خلال فترة الصيام الفطور من المغرب إلى السحور نحاول نكثر من، يعني مش نيجي قبل الفجر بنص ساعة ونجلس نشرب موه تك 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 تك، هذا كله على الضياع الفاضي، لأنه الجسم لما تخش له فجأة كمية كبيرة يتخلص منها كمية على طول بسرعة. لكن على مدار من المغرب للفجر أشرب موية كثير راح يحتفظ فيها الجسم. لكن هي في خطأ، ناس ما يشربوا موية إلا قبل الفجر، يجي قبل الفجر يجلس يأكل ويشربوا اللترين مرة واحدة، هيتخلص منها الجسم على طول بعد ربع ساعة نص ساعة تلاقيه يتخلص منها. لكن على من المغرب إلى الفجر يشرب، يوزعها مثلا 3 لتر من المغرب إلى الفجر يوزعها بالتساوي، يعني على فترات يعني متقطعة، بإذن الله تعالى هيحتفظ خلال فترة الصيام ما حيصير له شيء. بإذن الله. طيب في سؤال برضو، كيف أسعف مريض السكري عند الزيادة العالية جدا؟ مريض السكري عند زيادة ايش؟ أيوة يعني إذا فجأة زادت نفس القياس كان زايد مرة وبدأ يتعب، كيف يسعفه؟ أول حاجة على طول يوقف الصيام، وثاني شيء يشرب مويه كثير، يعني عشان ما يخش في حموض. يعني اول حاجه ايقاف الصيام، مش بس في الهبوط، ايقاف الصيام في الهبوط وفي الارتفاع. ارتفع يوقف الصيام، يشرب مويه وياخذ حاجه يسموها جرعه تصحيحيه. كل مرضانا يعرفوا سواء في رمضان وغير رمضان عندما يرتفع السكر ياخذ جرعه اضافيه من الانسولين سريع المفعول، يسموها جرعه تصحيحيه، يعني تصحيح السكر العالي. في لها معادله على حسب العامل اللي الدكتور اعطى لهم اياه. مثلا في بعض الناس كل 100 بواحد، في ناس كل 50 بواحد، وياخذ جرعه اضافيه في ذلك الوقت حتى ما يتكون. يعني دكتور كل مريض المفروض يكون عنده معرفة بجرعة تصحيحية، صح؟
نعم، والمرضى اللي ما يعرفوا بالله يرجعوا لدكتورهم او لمثقفتهم يقول لهم نحن سمعنا احنا حاجه اسمها جرعه تصحيحيه، بس الدكتور ما شرح لي ايش هي الجرعه التصحيحيه وكيف انا اسوي سواء في رمضان او غير رمضان. هذه الجرعه التصحيحيه فكرتها هي تصحيح السكر العالي الى سكر طبيعي، يعني واحد سكر 400 الجرعه التصحيحيه عشان تنزل السكر 400 الى 100، يعني جرعه اضافيه غير جرعه الاكل، جرعه اضافيه بحيث تنزل ال 400 او ال 500 او 300 الى 100. أوكي طيب، يعطيك ألف عافية دكتور. طب هل في أطعمة معينة يجب تجنبها خاصة في رمضان؟ المقليات والحلويات، المقليات والحلويات والنشويات قدر الامكان، هذه أكثر شيء ترفع السكر، مقليات، حلويات، نشويات. طيب هل يجب منع الحلوى تماما عن مريض السكر خاصة للطفل؟ حقيقة نحن لسنا متطرفين، يعني أنا دائما أقول مرضانا الإسلام علمنا الاعتدال. لا يعني إنما نحن نقول إنه الحلويات والمقليات والنشويات ترفع السكر انه نحن تماما، حاجه كلمه تماما هذه تطرف. لو دكتور قال لي، لو واحد دكتور قال لي مريض تماما فهو دكتور متطرف، اما الدكتور المعتدل يقول التقليل، التقليل من الحلويات والتقليل من المقليات والتقليل من هذا وعمل يعني البدائل. فمثلا الشوكولاته، مثلا دحين الشوكولاته في الحمد لله الشوكولاته الداكنه هذه يسموها دارك شوكليت الداكنه، هذه دخلوها حاليا في ضمن الأغذية الصحية لأن هي صحية للجسم، لكن لا يعني أنه كل يوم أكل شوكولاتة داكنة، لكن يوم ما يأكل يبغى ولدي يأكل شوكولاتة من فترة لأخرى مش كل يوم أعطي له مثلا مكان شوكولاتة عادية شوكولاتة داكنة. الأيس كريم دحين في أيس كريم الزبادي، أيس كريم زبادي، يوم ما يبغى ياكل ولدي ايس كريم مكان ما يعطي له ايس كريم العادي يعطي له ايس كريم الزبادي، يعني في تقليل وفي بدائل، يعني صار في عندنا اشياء متاحه بدائل، لكن الواحد يقول تماما تماما لا. ما ينفع. طيب يعطيك ألف عافية دكتور، صراحة الموضوع المحاضرة كانت جدا شيقة، فالحمد لله رب لك الحمد وحده سبحانه من وفقنا لتقديم ما تمكنا من تقديمه. نشكر بروف عبد المعين الآغا على هذا الطرح الجميل والمفيد والهام جدا في حياة مرضى السكري لأهمية شهر رمضان والصوم لدينا كمسلمين. ألف شكر، ألف شكر بروف عبد المعين، ألف شكر لك، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم إن شاء الله، وجزاكم الله خير، وجزا الله وحدة خدمة المجتمع كلية الطب كل خير. وحقيقة نتمنى للجميع إن شاء الله أن ربنا يبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه. يعطيك ألف عافية.